موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مراسل حلب اليوم يفيد بتعثر المفاوضات بين اللجنة المركزية في درعا وقوات النظام. عشائر درعا تصدر بيانا تدعو فيه عناصر النظام في درعا إلى الانشقاق عنه. قصف مستمر من قبل قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة يستهدف أحياء درعا البلد بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين النظام وأبناء درعا البلد على عدة محاور. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصي اعتقال 172 شخصا خلال شهر تموز الماضي في مختلف المناطق السورية، غالبيتهم اعتقلوا على يد قوات نظام الأسد. رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد تتوقع حدوث انسحابات أمريكية قريبا من المناطق التي تتمركز فيها قواتها في سوريا، وتقول إن انسحاب الأمريكيين من سوريا سيؤثر على استراتيجيتهم. الهلال الأحمر القطري يعلن تنفيذ مشروع توفير مياه الشرب للنازحين السوريين في ريف حلب، ويهدف المشروع إلى إيصال مياه الشرب النظيفة إلى قرابة 14 ألف شخص في منطقة الباب والمخيمات المحيطة بها.